مع بعض نشوف التحف النهاردة والأشكال دي، الأسعار والأشكال وكل حاجة بالتفصيل. يلا نبدأ مع بعض. دي بكام؟ دي ب70. 70. بس شايفين السفرة دي ب50. تمام. بتاع الشمع ب10. شمع عيد الميلاد. أيوة. ودي ب10. وده شكل تاني. ودي ب10. وده شكل تالت. في منها جميع الاشكال برضو. وده جامع كبير بمية. تمام. شايفين شكله عامل ازاي؟ بينور على فكرة. في نور. ودي ايات قرآنية 80. ده 80 يا جماعة شايفين. وده ب80 برضه. تمام. ده بوكس هدايا. ودي دروب من جوه. دروب. تمام. بيتحط شروطه مثلا هدية قمط. تمام. دي 120. ولو عايزاه بنحط فيه الشوكولاته بالفطور زي ما انت عايزه. وممكن هما يقفلوه برضو. تمام. دي ايات قرانيه حجز اصغر. 45 برضه. 45. والبازات الصغيره دي بكام؟ دي ب15. ب15. ب10. تمام. دي بكام؟ 17. تمام. تمام. طب ودول ايه؟ علقه. علقه مفاتيح. تمام. ودي علقة مفاتيح. ودي علب مناديل. تمام. دول اشكال. اشكال. دي قلنا 35. شكلها جميل جدا. 35. دي علبة مناديل على شكل راديو. 50. ده درب. ودي علبة المناديل من هنا. ايوه. دي مبخرة. هي 40 جنيه. بتحط البخور يا جماعه من جوه. من جوه. تمام. نعم. شكلها جميل. طبعا حامل المصحف. تمام. وده بيت للهدايا برضه. في بوكس كده في اكتر من استخدام. في اشكال ممكن تحطي فيه الذهب بتاع ذهب ريحه يعني. ده ممكن تحطه في التسريحه. تمام. ممكن تحطي فيه مكياج ذهب اي استخدام. عندك ماشي. طريقه ان التراب دي كوزه. 25. تمام. دي حصاله شكلها حلو قوي. بقفل من تحت. 55. تمام. هي من فوقها ودي بتتفتح. تمام. دي سفينة ب70. ب35. كل دي حاجات انتيكات. دي سلاية تحطي فيها تسالي. تسالي. شوفي بقى موزعة لكذا حاجة. أيوة. مثلا اللب والسوداني. ودي مناديل. النص علبة مناديل بتتفتح. ده دي لون لون ودي لون. تمام. وده بوكس فاضي. دي بكام؟ المركب ده ولا 60. 60. شكلها حلو قوي. ودي شتماجيه بيقولوا عليها كده. 55. تمام. علب من علبة المناديل دي ب25. ايات. شكلها حلو. دي برضك علبة مفاتيح. ودي شنط خشب ب100. في منها الكروس صغير. في منها الكروس يا جماعة اهو. في منها في أصغر كمان. في الأصغر بس على حسب الحجم اللي أنتوا عايزينه. ده شكل تاني اهو ما شفته. في منها كل الألوان. في جامع فوقها.
اول واحد ده شايفه 140 وديت اباجوره بتقيد بردك تمام 45 شايفين يا جماعه هو كام دي ايه القرانيه تمام ماشي ب90 دي ب100 يبقى كده هنا الايات القرانيه من اول كام لكام بتبتدي من 45 ل100 تمام على حسب في اصغر وفي 35 دول بيتقفلوا ممكن في حد بياخدهم كده وفي بيتقفلوا بنور وباسم من جوه على حسب يعني اللي عايزهم دي حاجات للكريسماس ايوه وحاجات بتتكتب قرينا الفاتحه وكتبنا الكتاب غير العروس العرايس وانا العروسه واتخطبنا ودي براويز بتتعمل بمقاسات تمام في 20 في 30 وفي 30 في 40 ودي الايه القرانيه دي ب 35 اللي هي قل هو الله احد دي شكلها حلوه قوي جل جلاله 35 اهي يا جماعه تمام في النتيجه النتائج بكام؟ ب 25 تمام ماشي واللهم بارك هذا البيت بكام؟ ب40 وشايفين العلقات دي يا جماعه هي بكام؟ خشب ب 25 في نوعين في النوع ده ده بيجي لنا جاهز وفي نوع احنا بنفصله في قلب الورشه خامه ثانيه بكام ده؟ ده ب 25 الخامه الثانيه اللي هي زي دي يعني دي نوع ثاني سحاب النوع دوت الثلاثه من دول ثلاث مقاسات مختلفه ب 150 دي خامه ثانيه تمام برضك بيتعمل من نفس الشكل السداسي ده الخامه اللي هي السحابه دي الاباجورات دي بكام؟ نجف دي على حسب الالوان وحسب اللولب اللي جوه وعلى حسب الشكل تمام في ايات قرانيه ايات ب 25 دي ظهرها وهقعد اوريها لكم برده من بره تمام في سلم في ايه السلم ده يا جماعه بقى انا اكيد هاخد منه شايفين في منه كذا شكل كذا لون كذا لون دي الالوان التركي اللي نازله طبعا عشان هو عليه حاجات فمش ظاهر قوي اهو شايفين ترابيزه بردك دي معموله في الورشه دي يا جماعه هاند ميد برضو تمام ودي الاشكال بتاعت السلالم اهي ممكن تحطوا عليه تحف او اي حاجه ودي يا جماعه اهي ايات قرانيه ايات قرانيه مفرغه تمام تمام دي مطلوبه لان صاحبها قال انا مش عايزها وراها حاجه فهي فارغه ما فيهاش وراها اللي هو زي الثانيه كده دي شويه كده هي ايوه دي في من وراها حاجه هو عايزها هو عايزها كده تمام ودي السلم من النوع الثاني اللي هو معمول في الورشه ده النوع بقى الحلو قوي على حسب الطلب برده يعني عايزه النوع دوت ماشي عايزه النوع ده ماشي ده ب 200 هو ده ايه؟ برواز؟ ده برواز حد طلبه مننا والشكل الثلاثي ده كان عندنا منه 3D ده 3D ده شكل ثلاثي ب 140 وفي عندنا الشكل الخماسي بس خلصان دلوقتي بنجيبه برده تمام ماشي انا عايزه اشوف الصب اللي انت دلوقتي الصب هنا اهو الصب ده بنحط عليه الصوره تمام ده صب بيتحط عليه الصوره بنعمله ب 80 من غير صوره ب 70 وبيغير الوان غير الوان ثلاث الوان تمام صوته برضك حلو قوي اشتغل بفلاشه او كارت ممرضه وده رينج لايت يا جماعه بتاع التليفون الصغير ده بكام عاملينها عرض كان النهارده وامبارح
ب 30 ايوه. جواز الشاحن بتاعها تمام تمام. هو لون واحد أو تل... لا ثلاث ولا ثلاث اضاءات برضه زي الكبير يا جماعه. ايوه ايوه تمام تمام تمام. ودي حظاظات ساعات بنحطهم هدايا للعرس اللي بيجونا لما بييجوا ياخدوا حاجات كتير. ادي للاهلي واحده بخمسة جنيه ودي ب 10 ودي ب 10 ماشي. والخاتم نبض خاتم بفص دي سلاسل سلاسل بتنور. دي ايه؟ جمجميرة تمام. حاجتين بس. في ناس في عرايس بيجوا ياخدوها مننا لللب برضه. الحاجات دي تمام. دي حصالة اي اشكال اي حاجة عايزين ان احنا عايزينها تتنفس صح؟ تتنفس بتجيبيها لي وبتبعتيها لي وانا بنفذها لك. تمام. دي ايه؟ حصالة. دي حصالة كبيرة. اه اهيت برضه بتتفتح من هنا. تمام اهيت ب 40 شكلها حلو. في بوكس اول تزيد كبير مقاس اكبر. تمام 90 وده بوكس تاني. تمام 85 ودي لعب اكس او. بكام دي؟ 35. اتمنى الفيديو او الجولة النهاردة تكون عجبتكم زي ما هي كمان عجبتني بجد. طبعا في كل المستلزمات البيت او التزيين او كل حاجة انت تحبيها. ممكن لو عجبك ديزاين معين انت ممكن ان انت تبعته لهم على رقم التليفون اللي انا هسيبه لكم في اول تعليق مثبت او في صندوق الوصف ان شاء الله. لو انتوا عجبكم صورة معينة كده من اي حتة ممكن تبعتها لهم وهم هيحققوا وهيعمل لكم التنفيذ بالظبط. بجد انا طالبة منهم كذا حاجات كده هيعملوها لي ديزاين كده حلو قوي قوي قوي. طبعا على ما اعتقد ان هي في كل حاجات. في ناس بتحب الحاجات دي تبقى انتيكة كده تبقى بدون ما يحطوا فيها اي حاجة بتبقى تحف. بجد الحاجات شكلها حلو قوي قوي قوي. فيها من كل حاجه يعني من اول حاجه صغيره وبسعر قليل يعني من اول 10 جنيه لما فوق يعني. والاسعار بجد تجنن يعني. انا عن نفسي بشوف الاسعار دي اونلاين بشوفها اسعار عاليه جدا جدا. فانا لما شفت الاسعار بالرينج ده حبيت ان انا اعمل لكم جوله كده. وبعتذر جدا جدا على صوت الشارع بس حبيت ان انا اقول لكم كل التفاصيل ويكون من صاحبه المحل السعر وكل حاجه بحيث ان كل حاجه تكون واضحه قدامكم. طبعا بقى في عروض وفي خصومات حلوه قوي قوي قوي. انا عن نفسي معرفهاش طبعا لان انا مش بعلن على حاجه معينه. انا كل اللي بعمله اللي انا لما بخش محل بشتري منه حاجه وبتعجبني وباسعار كويسه بحب ان انا افيد غيري بيها وانزل لكم. زي ما انا استفدت وجبت حاجات بسعر كويس احب ان انا كمان افيدكم بنفس الموضوع. بس مش بعلن على حاجه معينه. انا لو انتوا حابين ان انتوا تشتروا حاجات زي كده هسيب لكم ان شاء الله كل التفاصيل في اول كومنت او في صندوق الوصف. طبعا بجد المحل عجبني جدا جدا وانا شخصيا طلبت منه حاجات حلوه قوي قوي. في حامل المصاحف حلو جدا وفي المبخره وفي الجامع وفي براويز وفي حاجات شكلها تحفه جدا بجد. قبل ما اختم معاكم الفيديو احب اقول لكم لسه لو انتوا لسه مش مشتركين في قناتي اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وشير لاصحابكم عشان يوصل لاكبر عدد والكل يستفيد. شوفوا وشكم بخير وباي باي. وطبعا لو انتوا حابين ان انا اصور لكم جولات اكتر واكتر او اي نوع من الفيديوهات انتوا تحبوه يا ريت تقترحوا عليا في التعليقات او الكومنتات اي نوع من الفيديوهات انتوا بتحبوه او تفضلوه وانا ان شاء الله اكيد هاخد من فكركم وهعمله.